على ذكر تلك المعاناة مع الأسف الشديد أمر يندى له جبين الإنسانية. العالم لا يريد التحرك، مع كل عام نشهد درجات حرارة منخفضة، نتحدث عن معاناة هؤلاء في العراء. مع الأسف الشديد أسرة سورية توفيت نتيجة درجات الحرارة المنخفضة بعد أن ناموا في خيمتهم. أمر مع الأسف الشديد محزن للغاية، وننادي العالم أجمع بأن يقوم بدوره المطلوب منه تجاه هؤلاء اللاجئين. مع الأسف الشديد نشهد بأنه حينما يتحدثون عن حقوق الإنسان الخطابات تكتب وتتلى بالساعات، ولكن على أرض الواقع حقوق الإنسان تنتهك بشكل كبير للغاية. تلك الصورة أكبر مثال على معاناة هؤلاء، هذا الطفل السوري الذي يئن ويبكي وسط الثلوج. كانت هناك صور أخرى صادمة لهذا الرجل الذي مات هو أسرته من شدة البرد، ولكن لم نرد أن نعرضها على حضراتكم، لكن تلك الصورة مؤلمة أيضا وتدلل على حجم المعاناة الكبيرة. يعني عشنا في إسطنبول وبعض من دول العربية موجات من درجات الحرارة المنخفضة وكنا نتألم، ما بالنا بهذا الطفل الصغير وهو يتألم من شدة البرد ويقف بقدميه دون حذاء على الثلج بتلك الطريقة. ربنا معاهم وينصرهم ويحفظهم، ونتمنى من الجميع أن يقف موقف إنساني من أجل دعم هؤلاء.